إذن على إيقاع هذه الصور التي خلصها لاعبو النادي السنتري هنا بقاعة الدرافت تتم تقريرا الأداء الذي خلص قاعة النادي السنتري ممتاز على إيقاع مقابلة في كرة القدم على إيقاع مقابلة في ملاكمة عفوا ذاك الناس كان مشيرها رئيس لاعبي كان مشيرها رئيس لاعبي النادي السنتري الذين تسببوا في فوضى عارمة هنا بقاعة دراجة بطنجة مقابل أن تحتشف بطنجة لصالح طنجة ولكن في الملاكمة بكل صراحة فازها النادي السنتري وقد تم تقسيم مجموعة من لوازم قاعة دراجة وقد واجهنا صعوبة كبيرة في تغطية أحداث في تغطية أحداث الشهر نتيجة ما تعرضنا له من مضايقات من طرف بعض لاعبي النادي السنتري الذين كانوا يقومون بتهديدنا تكسير الهواتف وإلى ما شاء الله. إذا حالة مستنقعة هناك قاعة غياب غياب أمني كبير ما تعرض من مأمورية رجال الأمن في أداء مهمتهم على أكمل وجه. إذا تقبل تحية الله إذا نودعكم إلى اللقاء. إذا الأمن يطلبون منا إيقاف التقرير.